مع محللة أسواق المالية تنضم إلينا من إكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن العملات الأجنبية والأسواق العالمية والنفط. أهلا وسهلا بك لينا معنا. لينا، سأبدأ بالأسواق العالمية فيما يتعلق بالعملات الأجنبية. اليوم نشاهد أن هناك تذبذب، ولكن الدولار ذهب إلى الارتفاع. نعم، أولا بداية صباح الخير. بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي نشاهد شهد بعض التراجعات أو استقرار في مؤشر الدولار الأمريكي في جلسة اليوم بعد الارتفاعات التي شهدناها خلال الفترة الماضية، ونحن نترقب أيضا محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الذي سوف يعطينا أكثر إيضاحات حول السياسة النقدية المستقبلية، وخاصة أن محضر أو الاجتماع الأخير للفدرالي الأمريكي كان هناك تقليص لبرنامج شراء السندات سوف يبدأ في نوفمبر. فهل مع بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت المخيبة للآمال 194 ألف وظيفة مقابل كانت توقعات ب 500 ألف وظيفة، هل سيكون هناك بالفعل بداية لتقليص برنامج شراء السندات؟ فبالتالي الأسواق تترقب ذلك. نلاحظ عوائد سندات الخزانة الأمريكية عم تتراجع، هناك ارتفاعات في التضخم بشكل كبير، ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وأيضا أسعار الطاقة وأسعار السلع الأخرى التي ارتفعت بشكل كبير وتزيد من الضغط. قبل أن نذهب إلى أسعار النفط أو تأثير أسعار النفط بشكل عام على العملات اليوم، يعني عندما نتحدث عن الوظائف تحديدا وهذا التقرير الذي يصدر بشكل دوري للحديث عن الوظائف التي يخلقها السوق الأمريكي بشكل عام وشكل الاقتصاد، إلى أي حد اليوم هذه الوظائف كانت مخيبة للآمال في ظل وجود أيضا ركود في العالم بشكل كبير وانخفاض أصلا في معدلات نعم، بشكل عام بيانات الوظائف الأمريكية جدا جاءت سلبية يوم الجمعة ب 194 ألف وظيفة، رغم أنه في شاهدنا تراجع في معدل البطالة وارتفاع في معدل نمو الأجور. كانت التوقعات تتحدثنا 500 ألف وظيفة، إذا قارناها بأرقام أغسطس نحن نتحدث عن 336 ألف وظيفة، فالأنظار كانت متجهة لتلك البيانات. لكن نتيجة الضغوط التضخمية وارتفاعات التضخم التي بشكل كبير، وهناك مخاوف من ركود تضخمي بالفعل، أنه أن تقوم البنوك المركزية حول العالم ببداية التجديد أو تجديد السياسة النقدية، وسوف نشاهد تقليص لبرنامج شراء الأصول ربما، وهذا ما تتحدث عنه الأسواق أو تستبق الأمور أن يقوم بتقليص برنامج شراء السندات. لهذا السبب شاهدنا ارتفاعات. نحن نترقب بيانات عن مبيعات التجزئة الأمريكية، أيضا مؤشر أسعار التضخم وهو CPI الذي نترقبه. يعني نحن نعلم آخر القراءات لأرقام المستهلكين وصلت إلى، أو مؤشر يعني أسعار التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين 5.13%. نترقب هذه الأرقام بشكل كبير، لأن هناك يعني كم ستأتي هذه الأرقام التضخمية، وبالتالي هذه تعطينا إيضاحات أكثر حول تجديد السياسة النقدية حول تقليص برنامج شراء الأصول، وأن وبحال أن تكون يعني مع ضغوط تضخمية وبيانات مثل مبيعات التجزئة سلبية، فهذا يثير المخاوف لو جاءت مبيعات التجزئة ليست بهذه القوة. فبالتالي نترقب محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء والبيانات التي سوف تؤثر بشكل كبير على حركة مؤشر الدولار الأمريكي. نعم لينا، ما مدى ارتباط هذه الأرقام التي نتحدث عنها ما بين ارتفاع وانخفاض وأيضا قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها بشكل عام وعدم التأخر عنها؟ نعم، يعني مشكلة الديون، وصلت الديون الأمريكية طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية نحن نتحدث عن أكثر من 27.3 تريليون دولار، ويعني هناك بسبب طبعا هناك السياسات التحفيزية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي بضخ تريليونات الدولار لتحفيز الاقتصاد بسبب الجائحة التي مرينا بها. فالآن هناك كان توصل لاتفاق من قبل الكونغرس أو مجلس الشيوخ باتفاق
علاق برفع سقف الدين الحكومي، لكن سوف يكون الاجتماع في ديسمبر للقرار حول رفع سقف الدين الأمريكي طويل الأجل، لأن هناك مخاوف حول إذا لم يتم رفع سقف الدين الحكومي هذا سيؤثر على مسيرة التعافي الاقتصادي، على مسيرة التحفيز الاقتصادي اللي عم يقوم بها الفدرالي الأمريكي، وأيضا مخاوف من تخفيض التصنيف الائتماني. فبالتالي تم حل هذه المشكلة يعني هذه، لكن لم تؤثر بشكل كبير على مؤشر الدولار الأمريكي، لأن مؤشر الدولار الأمريكي عم نشوف نتيجة ارتفاع التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار السلع هو الذي يسبب هذه الارتفاعات في مؤشر الدولار، يستبق أي تجديد السياسة النقدية والبدء بتقليص برنامج شراء السندات في نوفمبر. نعم لينا، ماذا عن النفط؟ برنت قبل قليل كسر حاجز أو اخترق حاجز 83 دولار، إلى أين سيذهب النفط وما الذي يحدث في هذا السوق؟ بالنسبة لأسعار النفط، ربما شهدنا في بداية في تعاملات اليوم بعض التراجعات، لكن هي مرحلة يعني نوعا ما نعتبرها التقاط أنفاس بعد الارتفاعات التي المتتالية، وعم نشاهد الارتفاعات ما زالت مستمرة، وتوقعاتنا بارتفاعات أسعار النفط أكثر من ذلك. يعني هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاعات أسعار النفط، تعثر سلاسل التوريد وهو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط، أيضا من الأسباب الأخرى يعني عم نشاهد وليست يعني الأسعار النفط الآن لا تعكس حقيقة الطلب العالمي على النفط. لو تحدثنا عن الطلب العالمي النفط لم يعود إلى مستويات ما قبل جائحة الكورونا، نحن نتحدث عن أقل من 100 مليون برميل يوميا، رغم التوقعات بأن يكون هناك طلب عالمي على النفط ب 100.8 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل. التحول من مشكلة طقس الإمدادات في الغاز نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والفحم وتحديدا بأسعار الغاز، تحول من الطلب العالمي من الغاز إلى النفط، وخاصة نحن مقبلين إلى فصل الشتاء، فهناك البحث عن بدائل أخرى عن الغاز الطبيعي والتحول إلى النفط، وربما نشاهد ارتفاعات لأسعار النفط. نحن لو اخترقنا ما زلنا فوق مستويات قمة الخام الأمريكي الخفيف 79 دولار، فسوف نرى ارتفاعات أكثر، وربما نشاهد مستويات 85، وبرنت ليس بعيدين عن مستويات 90 دولار التي سوف نشاهدها خلال الفترة المدى المتوسط والطويل. واتفاق أوبك بلس بالالتزام ب 400 ألف برميل يوميا غير كافي الآن مع مستويات الطلب الحالية. نعم. إذا لينا، ما نتحدث عنه اليوم من ارتفاعات في النفط بشكل عام لا تعني العودة للنمو والعودة لما كنا نستهلكه كعالم قبل الجائحة. إذا المشكلة هي مشكلة الغاز تحديدا، ما الذي يحدث مع الغاز في ظل ارتفاع أسعاره الكبير؟ نعم، أسعار الغاز ترتفع بالفعل بشكل كبير لدينا. نعم كنت معنا لينا قنوع محللة الأسواق البلية العالمية من إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.